للحديث أكثر عن استمرار معاناة النازحين العراقيين في المخيمات ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة المتحدث باسم مرصد فادي حسين دلي، كما ينضم إلينا أيضا عبر سكايب من عمان باحث قانوني في المرصد الأورو المتوسطي وهو الأستاذ عمر العجلوني. لعل البداية معك تكون أستاذ حسين، يعني اتفق مرصد فاد مع ما أورده مرصد الأورو المتوسطي في بيانه عن أوضاع النازحين في الشتاء، لو تطلعنا أكثر على أوضاع النازحين مع موجة البرد القارس التي يعيشونها هذه الأيام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، تحية للرافدين وجمهورها. الحقيقة هناك كما يعلم كثير من المتابعين لملف النزوح أن ما يقرب من مليون عراقي يتوزعون على مخيمات شتى في إقليم كردستان العراق. هناك مخيمات في السليمانية وفي أربيل ودهوك، وهي المخيمات الأكثر في عدد النازحين. في السليمانية لدينا 170 ألف نازح، في دهوك لدينا 123 ألف نازح، وفي أربيل نحو 30 ألف نازح. وهذه المخيمات وفقا لوزارة الهجرة والمهجرين تحظى بدعم كامل كما يفترض من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان. وشهد يوم مخيم أشتي في السليمانية وفاة يوم أمس 7 طفلين كما وردتنا من أنباء. طبعا هذه المخيمات تحظى بدعم حكومي رسمي، لكن هذا الدعم يفتقر للمستلزمات الحقيقية في ظل الظروف المناخية القاسية. عدا إقليم كردستان لدينا مخيم الجدعة في الموصل يضم أكثر من 100 ألف شخص، ولدينا مخيمات في عابرية الفلوجة ومنطقة بزيبز غربي العاصمة، لدينا مخيمات أصغر منها في ديالى وفي صلاح الدين. كل هذه المخيمات خارج إقليم كردستان تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وبعض هذه المخيمات الآن لا يعترف بها من قبل الحكومة العراقية ولا وزارة الهجرة والمهجرين، التي أعلنت رسميا إغلاق هذه المخيمات رغم وجود آلاف بل عشرات الآلاف من النازحين والمهجرين في تلك المخيمات. وآخر تلك المخيمات في عمرية الفلوجة، المخيم المركزي والمخيمات العشوائية تضم أكثر من 1200 عائلة. تمكننا في مرصد أفاد من الوصول إلى تلك العوائل قبل نحو 20 يوما بعد إعلان وزارة الهجرة والمهجرين ومحافظ الأنبار علي فرحان إغلاق تلك المخيمات وإفراغها. سأعود على صور من تلك المخيمات بأن وضعها مأساوي، يحتاج إلى تدخل حكومي عاجل. سأعود إليك سيد حسين في إطار هذه الجولة من النقاش، بينما أتوجه إليك الآن سيد عمر بسؤال، يعني في ظل هذا البرد القارس، هل يستطيع النازحون تأمين وسائل التدفئة لمخيماتهم المتهالكة؟ تفضل أستاذ عمر. وبمشاهدي قناة الرافدين والأستاذ حسين أيضا، في الحقيقة هناك نقص حاد في تأمين وسائل التدفئة للنازحين في المخيمات الرسمية، سواء فيما يتعلق بالمحروقات أو الأغطية والبطانيات. هذا طبعا إذا ما تحدثنا عن نوعية الخيم ذاتها، فهي ذات نوعية رديئة. وأيضا هذا فيما يتعلق بالمخيمات الرسمية، هناك مأساة مضاعفة عندما نتحدث عن النازحين في المخيمات العشوائية. فإنه إلى جانب حرمانهم من أبسط مقومات التدفئة، فإنه يخشى من انهيار الخيم الموجودين فيها حاليا نتيجة للرياح الشديدة أو السيول. وأود هنا أن أشير بشكل خاص إلى قطع المحروقات التي تم خلال الأيام الماضية عن مخيم أشتي في السليمانية بالتزامن مع تساقط الثلوج فيه كمعاقبة لأهل المخيم. يبقى معي سيد عمر، عودة جديدة إليك أستاذ حسين، لنعود إلى الحديث الذي تفضلت به وذكرك لموضوع مساعي الحكومة لغلق بعض المخيمات. السؤال هنا مثلا، يعني هل يمكن ربط غياب المحروقات ومستلزمات التدفئة بتصريحات وزيرة الهجرة ونيتها بإغلاق المخيمات؟ تفضل أستاذ حسين. طبعا للأسف أخي الكريم، هذه الإجراءات الحكومية غير مبررة، هي تنطلق من وعود أطلقها مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي قبل عام ونصف تقريبا كجزء من صفقة انتخابه وكجزء من الترويج له أمام المحافظات
السنية بأنه وعد الساسة بإغلاق تلك المخيمات، وللأسف تجري تلك الممارسات غير القانونية على أرض الواقع باتباع أساليب سيئة. هذه الأساليب منها إغلاق المخيمات قسرا، إجبار العائلات على ترك المخيمات، منع المنظمات الإغاثية من ممارسة أعمالها داخل تلك المخيمات، قطع الإمدادات الغذائية على وجه الخصوص، حليب الأطفال، الأدوية، إغلاق الكرفانات التي كانت في تلك المخيمات تستخدم كمركز صحي أو كمدرسة بسيطة لأبناء تلك المخيمات. هذه الإجراءات غير الصحيحة استمرت على مدة عام ونصف، وكان في الظاهر كما تدعي وزارة الهجرة والمهجرين أنها تتم بدفع مساعدات مالية إلى العائلات في تلك المخيمات وتوفير بيئة جيدة كما تزعم الحكومة العراقية، لكن الواقع الحالي يقول أن العمليات معظمها كانت قسرية وأجبرت العائلات على الخروج تحت طائلة الجوع أو الاستهداف والمنظمات الإغاثية. سأعود إليك سيد حسين ريثما، أنتقل مجددا بالسؤال إلى الأستاذ عمر. يعني في حادثة مأساوية، وأنت تعلم أستاذ عمر، يعني البرد القارس تسبب بوفاة طفلين في مخيم أشتي بالسليمانية. حقوقيا عن وفاة هذين الطفلين، من المسؤول عن وفاتهم ومعاناة غيرهم من النازحين؟ تفضل أستاذ عمر. بالطبع فإن الحكومة العراقية هي المسؤول الأول عن ما يحدث للنازحين، حيث يفترض أن وزارة الهجرة والمهجرين هي من ترعى النازحين وتحافظ على حقوقهم. وهنا نؤكد على أن حق الحفاظ على حياة المواطنين هو من أهم واجبات الدولة. وأريد أن أشير هنا إلى حالة وفاة ثالثة إلى جانب وفاة الطفلين، وهي حدثت فجر يوم أمس لسيدة تبلغ 71 عاما في منطقة حمرين، حيث كانت قد هجرت من منزلها في قرية نهر الإمام أواخر شهر أكتوبر المنصرم. نعم، كنا ذكرنا ذلك في سياق نشراتنا الإخبارية. من جديد إليك أستاذ حسين، يعني في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون، كيف ترى تعاطي الحكومة الحالية معهم ومع معاناتهم؟ طبعا لسوء الحظ أن تكون وزيرة الهجرة والمهجرين مرشحة كتلة متهمة، كتلة سياسية، وهي يتزعمها ريان الكلداني، المتهم بعمليات تهجير في مناطق سهل نينوى في محافظة نينوى، وأن يكون وكيل وزارة الهجرة كريم النوري أحد أعضاء ميليشيات منفلتة خارجة عن القانون. وهذا من سوء حظ النازحين أن يكون مثل هذه الشخصيات التي تتحكم بوزارة الهجرة وتمويلات النازحين والمهجرين ومتابعة شؤونهم بهكذا شخصيات. وللأسف هناك مسؤولية مشتركة على حكومة مصطفى الكاظمي، على وزارة الهجرة، حتى على الساسة السنة الذين ينتمون للكتل التي ينتمي لها أغلب هؤلاء المهجرين في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالة. هؤلاء دورهم ضعيف، وبالتالي الممارسات التعسفية مستمرة. وليست هناك بادرة تلوح في الأفق، حتى الأمم المتحدة التي كان من ضمن قرارات تشكيلها في القرار الدولي 1770 في عام 2007 بعد تسونامي أنها ستعمل على إعادة اللاجئين وتوفير فرص حياة كريمة لهم، لكن دورها ضعيف جدا، بل يكاد يكون منعدم في مثل هذه الظروف. وليست هناك أي دور حقيقي لا للأمم المتحدة ولا للكتل السنية التي ينتمي لها أغلب هؤلاء النازحين. طبعا يا سيد حسين، إليك من جديد أستاذ عمر، يعني وزارة الهجرة والمهجرين من جانبها يعني أقرت بتفاقم معاناة النازحين في المخيمات. برأيك في ظل هذا الإقرار، هل أعلنت الوزارة عن خطط لتدارك هذه الأوضاع مثلا؟ يعني بصراحة هذه التصريحات من قبل وزارة الهجرة والمهجرين هي فقط لذر رماد في العيون، ولا تقدم أي شيء فعلا للنازحين. بالعكس، فإنها يعني تشكل غطاء للتقصير والتنصل الذي يحدث، وخصوصا أننا نشهد غيابا تاما لأي خطة عملية لإغاثة النازحين. بالعكس، نحن
يعني نرى تنصلا متدرجا من هذه المسؤولية. وهنا أريد أن أؤكد على ما تفضل به الأستاذ حسين بأن النواب الذين قالوا في حملاتهم الانتخابية وأطلقوا وعودا هادرة بأنهم سيحلون مشكلة النازحين تقع على عاتقهم اليوم في هذه الظروف الصعبة أن يضغطوا على الحكومة باتجاه حل عاجل لهذه المأساة الإنسانية المتكررة. جديد إليك أستاذ حسين، يعني في المقابل نجد أن هناك ناشطين أطلقوا وسما تحت عنوان أنقذ النازحين من البرد. إلى أي مدى ترى أن مثل هذه الحملات التي يتعاطف معها المجتمع تضع الحكومة الحالية بموقف محرج؟ أعتقد أن العراقيين إذا صح التعبير غسلوا أيديهم مثل ما يقول المثل الدارج من الحكومة العراقية. الآن الحكومة العراقية جل اهتمامها بإعادة بقائها أو إعادة ترشيح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للبقاء على سدة الحكم، والكتل السياسية الكبرى مشغلة بالهم السياسي والصفقات السياسية وترضية الدولة الجارة الكبرى التي تتسبب بواقع مأساوي في دورها ودور الميليشيات التابعة لها في الداخل العراقي. والحكومة العراقية تتخلى عن التزاماتها الدولية والمحلية ومن صلب اهتماماتها طبعا موضوع المهجرين والنازحين، ورغم كل هذه الحملات في وسائل التواصل الاجتماعي التي يعني كل الجهات تقريبا اشتركت خلال هذين اليومين في الإشارة والتعريض بالدور الحكومي السيء، لكن لم نرى لحد هذه اللحظة أي موقف أو تصريح رسمي حكومي يدل على أنها ستعمل على تغيير الواقع الموجود. وكما أشار الأخ عمر قبل قليل فإن المأساة كبيرة، وعظم المأساة يتجلى بتقاعس الحكومة وتخليها بشكل فج عن أداء دورها المفترض. سأعود إليك بسؤال أخير أستاذ حسين ريثما توجه بسؤالي الآن وهو الأخير أيضا للأستاذ عمر العجلوني. يعني أستاذ عمر، هل ترى أن ما يعانيها النازحون هو جزء من خطة لإنهاء أزمة النزوح والمخيمات بإغلاق هذه المخيمات ومن ثم الحكومة تغسل أيديها منهم؟ إن أخشى ما نخشاه كجهات حقوقية أن يتحول ملف النازحين من ملف إلى ملف مواطنين يقطنون في مناطق عشوائية، مما يعني إفقادهم صفة النازحين وإهمالا كاملا لهم وتعاميا عن حقيقة تهجيرهم من بيوتهم وما لحق بهم من أضرار جسيمة. يعني عندما ننظر إلى الإجراءات الحكومية التي تحدث في الآونة الأخيرة نرى تحولا كبيرا، ونخشى فعلا أن يتحول الملف إلى مجرد مواطنين يقطنون في مناطق عشوائية، وليست الحكومة مسؤولة عن المأساة التي حلت بهم من النزوح وحرمانهم من العودة إلى بيوتهم. نعم، إذا كانت الحكومة سيد حسين ترى بأن أزمة النزوح يعني يمكن إنهاؤها بإغلاق المخيمات، إذا كانت تلك خطتها فعلا للتخلص من النازحين، فهل سيسكت المجتمع الدولي على هذه الأزمة التي من الممكن أن تفجر أزمة لجوء عالمية جديدة؟ تفضل أستاذ حسين. في الحقيقة هو ماذا نريد من الحكومة؟ الحكومة نتكلم عن الجزء الأول من الدور المهم للحكومة. الحكومة وعدت بإغلاق مخيمات النزوح على أن توفر بيئة آمنة إنسانيا واجتماعيا وأمنيا لهؤلاء النازحين. هؤلاء النازحون يواجهون مشاكل في مناطقهم سكنهم الأصلية، إما أنها تسيطر عليها الميليشيات المسلحة خارجة على القانون مثل جرف الصخر والعويسات في شوال بابل ومناطق يثرب وبلد والإسحاق في صلاح الدين، وحتى مناطق غربي الأنبار قرب الحدود مع سوريا. هذه المناطق يسيطر عليها الميليشيات، الحكومة لا تستطيع فعل شيء لهذه الميليشيات ولا إجبارها على مغادرة تلك المناطق. وهناك مناطق أخرى المجتمعات العشائرية ترفض استقبال تلك العائلات لمزاعم بأن بعض هذه العائلات لها ارتباطات بتنظيم داعش في تلك الفترة. هذه النقطتين فشلت بها الحكومة فشل ذريع، ولا تفعل هنا الأمم المتحدة التي تمثل المجتمع الدولي في العراق أي شيء لفعل ما يمكن أن يشكل ضغط على تلك الميليشيات أو على الحكومة العراقية، فهي تقريبا أخلت مسؤوليتها تماما من هذا الملف رغم أنها من صلب اهتماماتها. أما المجتمع الدولي على مستوى الأمم المتحدة على
مستوى المحيط الإقليمي، يكاد يكون موضوع اللاجئين في آخر سلم الأولويات، وللأسف هذا الاهتمام لا يحظى بالدور المطلوب من تلك المنظمات والمجتمع الدولي. من الدوحة كنت معنا عبر سكايب المتحدث باسم مرصد فادح حسين دلي، شكرا جزيلا لك. كما أشكر أيضا ضيفي من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي الأستاذ عمر العجلوني، شكرا جزيلا لك أيضا.